مين المصايب كبدي كبدي ذوبي ذوب، مين المصايب كبدي كبدي ذوبي ذوب، ايش العمل ايش العمل ايش العمل على مشاكلي ما لاقي حل. ألتف يمين ألتف شمال ألقى مشاكل كالجبال، لو كان في يدي حيلة أربط مشاكلي بالحبال. ألتف يمين ألتف شمال ألقى مشاكل كالجبال، لو كان في يدي حيلة أربط مشاكلي بالحبال بالحبال. أنا ولا هي ولا الفك المفترس، كل يوم مشاكل تارس البيت منترس. كل هالمصايب والله منك طالعة، ولسانك دايما طويلة طويلة والعة، ملسون وعصبي وعابس تطلع لي من المأيابس. انزين خلونا نشوف من الغلطان. فغورة فغورة ايه راحت هذي؟ أكيد نايمة. حتى هنا ما حد، خير إن شاء الله. وين راحت هذه؟ أكيد راحت عند أمها، يعني بتروح تخبر أمها عن اللي صار أمس. والله ما أعرف، يمكن بتروح لأنها ما تصبر عن عادتها، مع العلم ان انا حذرتها كم مره انها لا تروح عند امها الا باذني. لكن يعني معقوله فاغوره تسويها وتروح عند امها؟